اليمنى محمد الدوسري الرائد، عرضية ممتازة، كريم البركاوي برأسها، باتريتا جميل الكرة، كريم البركاوي يسقط، نعم ضربة جزاء، مباراة كريم من أمام مارتن كامبانيا، كريم البركاوي وسجل الهدف الأول في حلق المرمى، تصويبة قوية جدا. الموسم حصدا للنقاط على أرضه 11 نقطة فقط على أرضه، والباط هذا الروماني أن يخرج من شباك نظيفة، هنا كريم، انطلاقة كريم، انفراد كريم، أوه شيء لا وجود للتسلل، انطلاقة وانفراد والتصويبة الأولى في القائم لتهيئة الكرات للقادمين من خلف للرائد في مستوى ممتاز اليوم، جولي وتفريس، عرضية كريم، الله 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 في انطلاقة على الجهة اليمنى والتهيئة والصناعة، دخول للاعب موريسيو أنطونيو وكذلك محمد فوزير بمساندة الرائعة للدفاع، كرة عند كريم بركاوي، نقل الكرة على الجهة اليسرى لكن طالت محمد، وعودة كريم البركاوي مهمة جدا للفريق. عوض خميس، عرضية ممتازة من عوض، كريم البركاوي مباشرة، تريتا يلعبها إلى جوليو، تفريس مرور حلوة جميلة للرابع، للرابع، الله الله الله، هنا الكرة ملعوبة إلى جوليو، تفريس إلى كريم، سقوط من بركاوي، كريم، استلام من كريم، والكرة والخطأ على كريم البركاوي في اللقطة الماضية بخروج المدافع بابلو دو سانتوس. في كل ثلاث مباريات الماضية كان الانتصار للمدرب الروماني. هنا الكرة ملعوبة إلى الروماني الآخر، إلى ألكسندر، متريتا بالانطلاق إلى جانبه، كريم بركاوي داخل 18، عرضية كريم، جوليو، مهير العاشقة لأحمر برايدا، لكن هنا الانطلاقة لكريم بركاوي للرابع، كريم تصويبة غلاقة، ألكسندر، متريتا يلعب الكرة إلى كريم بركاوي من أمام محمد ناجي، مرور من كريم بركاوي، تدخل محمد إلى لوبيز، التدخل برافو من اللاعب الشاب الممتاز اللي ما أشعرنا حقيقة حتى الآن بغياب وخروج. كرة مقطوعة من أمامي موداسيرو عند محمد فوزير إلى جوليو للرب، يلعبها إلى كريم كوفيتش، إلى كريم بركاوي، الانطلاقة لصالح كريم إلى جانب محمد دوز، الحفاظ على الكرة من لاعبي الرائد، يلعب الكرة على الجهة اليمنى لصالح كريم بركاوي، مع تبقي خمس مباريات قادمة للفريق الريد، المباريات القادمة، التبديل، اثنين من الأسماء.